مساء الخير واهلا وسهلا بكم مجددا في حلقه جديده من برنامجكم الاقتصادي والاجتماعي المؤشر. مش عارف ليش بحكي بسرعه. على اي حال موضوع مكملين بموضوع الطاقه، وعندي اعضاء اللجنه الوطنيه رئيسا وامين للسر اللجنه الوطنيه للطاقه. بس قبل ما ندخل في صلب الموضوع عندي ملاحظه. انا بتمنى على الحكومه ان تضبط ايقاع لجان الرقابه والتفتيش. عندنا اليوم 12 لجنة رجعت تشتغل وشغالة ليل نهار بهالمؤسسات. أول قرار إلها إغلاق. في بلد في الدنيا بتغلق مؤسساتها في القطاع الخاص ليش؟ يعني مهما كانت المخالفة في غرامات، مع أنه يعني الغرامات هدفها ليس الوقاية إنما الجباية كما يبدو، لكن وحدوا هالأجهزة المعنية. وبعدين يعني خلوا القطاع الخاص يتنفس شوية، سنة ونص من المعاناة خليه يتنفس مشان يحقق عائدات ويدفع ضرائب، خليه يتنفس. لا يعني بتمنى على 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 الحكومه ان تضبط ايقاع هذه اللجان اللي بدات فعلا تتعسف في استخدام السلطه، وكانه يعني قانون الدفاع هبط عليها هديه من السماء ويلا ضا. لا يعني ارجو ان يتم يعني النظر بجديه الى هذا الموضوع الذي بات يزعج الناس، يزعج المواطنين، يزعج المؤسسات. يعني المخالفات على يعني على اتفه الأسباب. على أي حال بدنا نرجع لموضوعنا. أنا بوجه تحية لزميلي وصديقي دكتور هاني البدري. سألني سؤال لما وزارة الطاقة عملت استفتاء، إذا بتتذكروا ضيوف الكرام، على موسيقى درامية تبعت سيارات الغاز، أنه مع أو ضد. فقال لي شو رأيك؟ فعلى الهواء طبعا قلت له كان الأولى أن تتجه وزارة الطاقة إلى إيصال الغاز إلى المنازل عبر الأنابيب، مش تعمل استفتاء على موسيقى بيتهوفن ولا إيش مستعملوها مش عارف تبعت سيارة الغاز. على يتحال أهلا وسهلا بضيوف الكرام. معي سعادة النائب دراء الحرسيس رئيس اللجنة الوطنية للطاقة وعضو أيضا في مجلس النواب، ومعي أيضا المهندس محمد الخطيب أمين سر اللجنة الوطنية للطاقة ورئيس حملة الاستثمار وهو باحث وناشط اقتصادي. أهلا وسهلا. مساء الخير. بدي أبدأ معك سعادة النائب، ليش اللجنة الوطنية؟ لماذا أسستم لجنة وطنية بينما أنت تستطيع أن تعمل من خلال مجلس النواب في هذا الموضوع؟ أول شيء أنا بشكرك أستاذ عصام على الاستضافة. واثنين بضم صوتي إلى صوتك فيما تحدثت فيه بتوجيهك للحكومة بأنه يخفوا على الناس شوي. العالم طالع من جائحة ولسه الجائحة مش مبين أنه راح نطلع منها نهائيا أو لا. اثنين يعني تبعد الحكومة شوي، طبعا هذا ضم صوت لأخوي عصام، تبعد شوي عن أسلوب الجباية. الآن أسلوب الجباية إحنا قاعدين في مؤسسات اقتصادية كلها قاعد بتعاني من الصغير للكبير فيها. لازم الحكومة تأخذ بعد في هذا الموضوع وأنه تبعد عن أسلوب الجباية. نرجع لسؤالك أخوي عصام بما يتعلق بموضوع ليش أنشأنا هاي اللجنة. هاي اللجنة يعني أنت تعرف أنه ملف الطاقة ملف يؤرق كافة أبناء الشعب الأردني. والحديث عنه حديث كل وقت وكل زمان وكل مكان، نظرا لما يترتب على المواطن الأردني من أعباء مادية جراء التعسف بهذا الملف. تم تشكيل هذه اللجنة. أول شيء هي اللجنة ليست مناكفة لأي كيان أو مؤسسة بالدولة، هي اللجنة قامت على أنه عملية تعريفية للشعب الأردني بما يتعلق بملف الطاقة وخاصة بموضوع التسعير المشتقات النفطية، وأنه نكون إحنا رافد الحكومة أو للأشخاص المعنيين فيها للمحافظة على صرح إحنا كنا نعتز فيه الأردنيين اللي هي مصفات البترول الأردنيين. ثلاثي الموضوع هذا إن نحاول نتوصل فيه إلى أن نكون ناصحين للحكومة ولكو جميع المؤسسات فيه بما يتعلق بهذا الموضوع، ونقدم النصح اللي إن شاء الله نتوقع أنه يكون مقبول لدى الآخرين. ملف الطاقة أخ عصام، يعني أنت تعلم أنه أكثر الشعب الأردني بيسأل عن آلية تسعير المشتقات النفطية، وهذا لغز يعني يحير الكبير والصغير في هذا الشعب. احنا استطعنا بخبرات الموجوده بهذا اللجنه انه يعني نوصل لحقائق. فكيتوا الشفره؟ فكينا يا سيدي شفره دافنشي. وزي ما انت راح اترك حديث في هذا الجانب للمختصين باللجنه يتحدثوا لك فيه. للامانه هذا الموضوع كان يأرق جميع افراد الشعب الاردني، وما زال نتيجه الكلف وما ترتب على موضوع الطاقه من هروب مستثمرين
خارج البلد. نعم. لأن الكوست تبعنا إذا بدك تقيسه بالدول المحيطة فينا كوست عالي جدا، ولذلك هذا الكوست كان سبب في زيادة أعداد البطالة. اللي لازم أن نكون هدفنا الأساسي والسامي في هذا الموضوع هو الحد من البطالة. إحنا اليوم أخوي عصام إحنا قاعدين نتحدث حسب التقارير الرسمية اللي صدرت، نتحدث عن 51% نسبة البطالة بين الشباب، وهذا مؤشر خطير جدا. نعم. في جميع المجالات. نعم. نعم. ولذلك تم تأسيس هذه للنقاط اللي حكيت لك عنها، هاي اللجنة يعني مش طاقة بتقول تتولوا؟ لا 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 رحنا احنا عندنا يعني اسمع لي اصرح لك انه عندنا ما يقارب 1000 وثيقة موجودة لدينا وتخضع للتمحيص والفحص. 1000 وثيقة؟ نعم نعم، بملف الطاقة كامل، ملف الطاقة سواء مشتقات نفطية او توليد كهرباء، والله حسب نعم بما يتعلق بالطاقة المتجددة. فاحنا لن يكون من عندنا إعلان صريح بأي موضوع إذا لم نكن متأكدين منه مليون بالمية. متأكدين منه مليون بالمية. مهندس محمد، أهلا، لديك ما تقوله في هذا الموضوع؟ بس أنا لفت انتباهي حديثك قبل ما ندخل على البرنامج عن موضوع مصفات البترول وشركات الطاقة والاستيراد والمسموح لهم يستوردوا ومش مسموح والنسب. تلقي لنا الضوء شوي على هذا الموضوع. أول شيء الله يسعد مساك أنت والمشاهدين. أهلا وسهلا. سيدي احنا زي ما تفضل سعادة النائب، بالنسبة لملف الطاقة، ملف الطاقة الآن حاليا من 3 شهور وجاي الجميع بتحدث فيه، سواء من الشعب وسواء من لجان وسواء من مسؤولين. الطاقة عندك، في عندك اللي هو شركات الطاقة، في عندك مصادر جميع ما يتعلق بالمصادر الطبيعية. نعم. اللي هي عندك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، سواء الطاقة اللي طالعة من الأويل، وفي عندك اللي هي النفط. أي شيء يتعلق بالاقتصاد الوطني بخصوص ملف الطاقة، أي دولة إحنا، أي دولة الكيان الاقتصادي الوطني تبعها هو ملف الطاقة. إذا صار في أمن التزود بالطاقة، أيوة. نعم. إذا صار في سيطرة على ملف الطاقة، وإحنا مش متأكدين مين بيشتغل بملفات الطاقة أو مين بيشتغل بشركات الطاقة، عندنا بصير في كرك وعندنا بصير في مشكلة. الآن إحنا بدناش يعني قدر الإمكان بده يكون ال- 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 الكلام اللي متحدث فيه قريب ليوصل للجميع، سواء الطفل الشاب المتعلم المثقف. في عنا إحنا شو سبب البطالة، زيادة البطالة وزيادة المديونية وهروب المستثمرين بنسبة بتتجاوز 40-50% أسبابها ملفات الطاقة. الملفات الطاقة مش سهلة. إحنا زي ما تفضل النائب لما حكى لك 1000 ورقة، 1000 ورقة على شركات الطاقة، على مشاريع الطاقة، على المنح الموجودة بتتعلق بشركات الطاقة، على القروض اللي بتتعلق بشركات الطاقة، على الشبكة احنا سميناها الشبكة العنكبوتية. لما بدنا نحكي شبكة عنكبوتية يعني بدها تكون في إلها رأس وموزع مقسم على نظام شبكة، ولكن يترأسها شخص. لحظة يعني هاي بتمر الشيك، شبكة عنكبوتية على رأسها شخص، يعني أنت بتقصد شخص مؤسسة ولا شخص ولا لا؟ في أي إشي بيكون في عنده كنترول، سواء مؤسسة أو كشخص معني. يعني إحنا هي الشخص هو سواء مؤسسة فردية. يعني أنت هل تريد أن تقول إنه في شخص معين هو ماسك الكنترول ولا مؤسسة؟ شوف هو خلينا يعني نحكي، أنت استبعدت الحكومة. إحنا شوف بدي أحكي لك شغلة، إحنا بنستبعد الحكومة، إحنا أمورنا واضحة بين إيدينا. نعم. يعني إحنا بنحكي على أمور معلومات الداتا كاملة بين إيدينا. نعم. لما نحكي شخص أو نحكي مؤسسة، إحنا بناء على أوراق مدرجة، بناء على إثباتات سواء. نعم. موجودة. نعم. بسجلات. أنا ما راح أمشي لك إياها بس كمل. الآن سيدي في أهم نقطة عنا، خلينا نحكي بالبدايات. إحنا صار عندنا مشكلة الطاقة سنة 2013. يعني احنا الجدول الزمني، انت بتحكي عن المديونية شركة الكهرباء الوطنية، سواء شركة المديونية شركة الكهرباء الوطنية او سواء انه العقود والشركات اللي دخلت بالاردن وصار في عروض اللي احنا بسموها بوزارة الطاقة اللي هي العروض المباشرة. نعم. اللي هو بمعنى اللي هو العطاءات، كيف بيتم منح قريب من التلزيم تقريبا. بالضبط. قريب للتلزيم بالنسبة للشركات الطاقة. صار عندنا مشكلة بالألفين، بنبلش من 2013 لغاية 2018 في عندي هاي النسبة، هاي الفترة الزمنية. 2013 أو 2014 تم إلغاء إشي اسمه سلطة المصادر الطبيعية. نعم.
وتم ضم سلطة المصادر الطبيعية إلى وزارة الطاقة، وجميع ممتلكات سلطة المصادر الطبيعية تم ضمها إلى وزارة الطاقة، والموظفين والكوادر والأمور هاي كلها، في شيء اللي روح في شيء اللي راح وزارة الطاقة. طب احنا عندنا هاي النقطة الرئيسية، سلطة المصادر الطبيعية اسمها سلطة المصادر الطبيعية، يعني كنترول على أي مصدر طبيعي موجود في الأردن، سواء عندك نفط، سواء عندك صخر زيتي، سواء عندك كهرباء، سواء عندك هاي الأمور، تم إلغاها وتم ضمها إلى وزارة الطاقة. إحنا السؤال اللي لغاية الآن مش قادرين نفهمه، ليش تم إلغاء سلطة المصادر الطبيعية؟ الآن هذا الحكي إحنا بنحكيه بسنة 2013. هذا السؤال لازم بوجهه سعادة النائب بس النواب لوزارة. طبعا هو سعادة النائب راح يوجه. لا أنا في عندي سؤال بس يعني إله بس مشان استغل الوقت بس كمل من سنة 2013 بدأنا خلينا نحكي في استقطاب اللي هو زي بناء على رؤية جلالة سيدنا على اللي هو الاهتمام بموضوع الطاقة. نعم. تم استقطاب شركات، أغلب الشركات الآن اللي هو زي ما تفضلت بيقدموا عروض مباشرة. طبعا عندنا مشكلة إحنا بلفظ عرض مباشر، يعني باجي أنا أقدم عرض مباشر الآن اللي هو بناء على الموقع تبع وزارة الطاقة، بعد أسبوع ما في عندي عرض مباشر، بعد أسبوعين بكون أنا عامل عرض مباشر، بعديها بأسبوع بوقف عرض المباشر. فإذا العرض المباشر مش غير منسوب للعطاء، إنه الكل يطلع عليه، الكل يكون فيه تنافس، الكل يطرح بناء على العطاء المطروح من خلال وزارة الطاقة. لا. فهون في بصير في انحياز أو مظلومية أو إلى آخره شو ما كان المسمى لها. عندنا بالشبكة احنا بنسميه العرض المباشر عشان يستوعبوا الشعب الأردني كامل، اللي هو الشركات اللي بدها تستثمر في الطاقة من خلال الربط الجزئي بالشبكة، الربط الكلي بالشبكة وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية. غير اتفاقيات استيراد الطاقة اللي وقعها الأردن مع مثلا إسرائيل أو مع هذا الغاز، الغاز هي طاقة، الغاز الآن الغاز أنت بتحكي عن الطاقة بكل الغاز يعني. الغاز الآن يدخل الشبكة يعني. طبعا الغاز هو السؤال اللي بدك تسأله في هذيك الفترة، هل الأردن كان بحاجة لهاي الاتفاقية مع إسرائيل، اتفاقية الغاز اللي تم توقيعها من خلال شركة الـ MBL؟ هلا رح نحكي بالتفاصيل في الجزء الثاني من الحلقة، لكن أنا بنستغل وجود سعادة النائب معي. سعادة النائب، في فساد ملف الطاقة ككل، انت يعني شميت ريحة مثلا؟ انا متهم حدا لكن نعم. انا عشان اكون يعني الكلام محسوب، انا بقول في شبهة فساد. بس انا سؤال، ولا نصرح بفساد الا قلت لك اذا تاكدنا مليون بالمية. السؤال اذا تاكدت مليون مية بالمية وبعد ما تمحص وتدقق الألف وثيقة نعم. الموجودة بايدك نعم. وصلت، هل يعني عندك القدرة أنك تطرح القضية أو تفجر قضية ما داخل مجلس النواب في هذا الموضوع؟ نعم، ليش ما فجر؟ صراحة يعني إذا مجلس النواب ما بده يعبر عن قضية زي هذه ليش متعبر؟ لأنه بصراحة موضوع الطاقة السخن ولا يزال وهو مطروح نعم. بس في لجنة الطاقة، أنت ما مدى التنسيق بينكم بين لجنة الطاقة داخل مجلس؟ أنا أحد أعضاء لجنة الطاقة. حلو. بالمناسبة في الموضوع هذا احنا قلت لك من بدايه حديثي احنا لسنا مناكفه لاي كيان موجود داخل حدود التنسيق والتعاون. لا احنا 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 راح نكون بالعكس، احنا راح نستقطب من اخواننا في مجلس النواب اي معلومه جاهزين يعطونا اياها، وراح نتبادل معهم معلومات، وراح يعني احنا راح نشتغل فوق الطاوله، راح نشتغل تحت الطاوله ولا نشتغل في الظل، راح يكون شغلنا كله فوق الطاوله، ما يكون فينا شيء مخبأ. بالعكس احنا يعني همنا في النهايه هو مصلحه وطنيه. لا. ما في أي شخص باللجنة هذه يعني فيش ولا شخص في اللجنة هذه له مصلحة شخصية ولا اسماء عندكم وابحثوا عنها. طب لا عندنا شركات طاقة شوف هاي القضايا مع وزارة الطاقة بتاخذوا معلومات بعطوكم معلومات ولا بيحجوا عندكم معلومات؟ سيدي احنا يعني لنا مصادرنا عشان ما أكون احنا مصادرنا وحصلنا على المعلومات، في شغلات كثير ترى منشورة على المواقع يعني موجودة موجودة. بس إذا بدك تدخل في تفاصيل المواقع هذه يعني تفاصيل خلينا نقول الداتا الموجودة هاي بتعرف أنت وين، بس بدنا ناس متخصصين هاي نعم. يعني على موضوع الفاقد والتبخر نعم احنا اللجنة عندنا نعم عندنا مهندسين ما شاء الله عليهم ومعنا كمان محامين كمان يغطوا الجانب القانوني بهذا الموضوع نعم اساسا حمايه اعمالكم نعم بالضبط. يعني ما عشان ما نوقع بخطا مع اي شخص ولذلك. طب هل اصطدمتوا مع جهه معينه، ناس حكى لكم لا وقفوا هذا موضوع حساس بدنا ندخل فيه
استمالتكم تم ايش؟ يعني انا شخصيا بحكي عن نفسي ما صار هذا الحكي، وبتوقع انه كمان ما صار مع زملائي، لانه صرنا مستمعين تقريبا حوالي 7-8 اجتماعات وما صار يعني ولا واحد طرح قال انه والله حكى معنا، لانه صراحه الطروحه او حدا ما يأثر. انتم يعني يبدو انه انتم محضرين شغلات كثيره وشغلات حساسه، فبالتالي يعني الكلام اللي انا بسمعه يعني عم بنبئني بانه هناك قضايا دسمه وخطيره ستكون بحوزه اللجنه. لذلك انا بسال انه وارجو ان يعني يكون احساسي عشان هيك صحيح. احنا كنا حريصين يعني اول شيء اول من تبنى موضوع مكافحه الفساد في هذه البلد سيدنا، طبعا اول انسان تبنى طبعا، ولذلك احنا حريصين كل الحرص. احنا بنقول ان شاء الله انه ما يطلع في شيء، بس لكن انت سالتني انا بقول لك في شبهه فساد. احنا متى ما تاكدنا من هذه المعلومه من فساد سنقوم بنشرها، ما راح نستحي ولا من واحد مما كان الشخصي. طيب انا بدي اطلع فاصل بعد قليل. انا اسمح لي استودعك سعاده النائب. شكرا لك سيدي، شكرا لك معنا، شرفتنا هذه الليله. الله يعطيك العافيه. ابقوا معنا فاصل ونواصل. شكرا. شكرا لك. في الأرض استقرارنا. أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوما إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. مساء الخير واهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الحلقه المهمه جدا في موضوع الطاقه، ويبدو بدي احاول انه ما تكونش سخنه كثير، بحاول اسيطر على الوضع، لكن ان شاء الله انه نطلع بنتيجه تفيد الناس وتفيد ايضا المسؤولين في صناعه القرار. اسمحوا لي ارحب على بضيفي الثالث المهندس خضر الدخيل، وهو مستشار
أيضا في اللجنة الوطنية مش هيك، وخبير يبدو أنه خبير في قطاع 30 سنة الطاقة. في قطاع النفط وال بقطاع الطاقة والكهرباء والله في قطاع النفط والغاز، قطاع النفط والغاز وايضا التوليد الحراري توليد الكهرباء. طيب اشرح لي التسعيره تبعت مشتقات النفط. والله سيدي التسعيره هي امامي، هاي الشيء اللي بسميها انا شيء امامي وهي المستخدمه من لجنه التسعير. قراتوها روايه شيفر دافنشي؟ الكل بيقراها. هاي يا سيدي هي تتكون من عده بنود، عندك يجي السعر العالمي طبعا زي ما اشرحها ببساطه مشان الناس تعرف انا حتى يفهمها المواطن البسيط. يلا كويس اشرح لك اياها بطريقه بيجيك السعر العالمي طبعا، هاي عطاءات بيشتروها من المنتج قبل ما تصلنا العقبه. نعم. على سبيل المثال امبارح اعلن الاسعار العالميه، مثلا البنزين 90 عندك 705 دولار للطن، هذا بيشتريه من المورد، المورد بيشتري طبعا. تضاف كلف على السعر العالمي حسب الجدول اللي بتستخدمه وزارة الطاقة، كلفة الاعتماد المستندي. كلفة الاعتماد المستندي، انت لما بدك تشتري شيء بدك تكون عندك اعتماد مستندي من البنك. هذا فيه له كلفة تضاف على السعر العالمي. عندك قديش نسبتها ولا مش نسبتها 5% على كل طن. على كل طن طبعا لما بدك تحسبها على اللترات انت بالنهايه، لانه احنا بعد شوي راح نتكلم على الفوارق في وحدات القياس في التسعير. كمل البنود وبعدين فصل. السعر واصل العقبه بعد ما تضيف عليه اللي هو كلفة الاعتماد المستندي، بيجيك بدل خدمات موانئ وغرامات تأخير. شو هن هذولا البنود؟ الكلف الجمركية معروف، في عندنا جمرك أي مادة بتدخلها في عليها كلف جمركية. هاي قيمتها بس المفروض هاي مستوردة للدولة تكون معفية من الجمارك ولا لا؟ لا انت هذه هذه تحملها المواطن، يعني تعتبر خاصه هاي تدفعها وكانك انت مشتري والله بالضبط. وانت بالنهايه انت المستهلك، انت المشتري. هاي كلفة الجمارك قديش والله كلفة الجمارك؟ 46 قرش على الطن. اوف نعم. الدولة بيجيك رسوم موانئ، غير الضريبة الثانية، رسوم موانئ وهي حقه عامل ميناء بده في كلف تشغيلية للميناء حقه. هذا بيجيك غرامات تأخير تفريغ بواخر، هاي النقطة بنحط عليها كويشن مارك. قديش تقعد الباخرة على الرصيف؟ أيوة. قديش تدفع غرامات؟ هلا مرات تيجي السفينة هي بعد قديش لازم تبلش تدفع غرامات؟ يعني أجت صفت الباخرة، يفترض أنه بنفس اليوم وصوله، يفترض أنه يفرق، يفترض أنه أنت كمستورد طبعاً هو بفرق تكون مهيئ فراغ أو خزانات جاهزة حتى تفرغ. طبعاً هو بفرغش بنفس اليوم، ما فيش باخرة بتقدر، ولا بفرغ بنفس اليوم مرات. مرات بفرغ بنفس اليوم إذا عنده فرغ ولا ما فرغ بده يدفع. عنده تنكات فاضية على طول. جاهز بفرغ. شغل مضختك وبتبلش تضخ على الخزانة. لكن السؤال هون أو قبل لا نقطع النقطة هاي، أنا كمواطن عادي شو ذنبي انت كمشغل دفعني غرامات للخزانات وانت مش جاهز؟ هذا خطأ تشغيلي، انت ما جهزت حالك. نعم. كمستورد بخزاناتك تكون فاضية على وصول الباخرة. طيب. هاي مشكلتك مش مشكلتي انا كمواطن. صحيح كمل. بجيك كمان احنا لحد الان ثلاث انواع من الرسوم ولا اربعة صرنا هسا؟ احنا في النوع الثاني كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين. يا سلام. هذه تتفرع لحوالي أربع بنود اللي هي التبخر اللي حكت عنها وزارة الطاقة. ما هو المشكلة التبخر عندي بحسب علي ثلاث أنواع من التبخر، هسا نجيهم واحدة واحدة. يا سلام يا سلام. أجور التخزين والمناولة في خزانات العقبة، هو باني خزانات استراتيجية بس تيجي الباخرة بفرغ على الخزانات هذول. كلفة طن 5 دنانير و7 قروش والله تخزين. والله يعلم يقعد يوم او يومين او ثلاثه او اربعه بغض يعني. النظر النقل من العقبه الى محطات المحروقات، هذا اذا كان مشتق جاهز مش نفط. بس انا بدي اتوقف عند هاي شو. نعم.
لما انا بشتري في معادله انا سمعتها كذا مره انه معادله سعر ارامكو او سعر نفط دبي مع سعر منطقه البحر المتوسط متوسط حسابي كذا مع سعر البرميل مع هاي الخلطه قبل ما يوصل الاردن هاي شو صحتها السيد العزيز بالنسبه للنفوط ولا بستورده حسب السعر العالمي النفوط تنقسم لثلاث اقسام في عندك نفط خفيف نفط متوسط او ثقيل هذا مصنف حسب معهد النفط الامريكي كويس احنا اي نوع اي بي اي احنا عاده كمصفات بترول اردنيه بنستخدم نفط العراق اللي هو النفط المتوسط كويس طيب هلا احنا بنستورده بالسعر العالمي حسب ما بيطلع بس بالبورصات العالميه نعم لكن حسب اتفاق الدوله مع ارامكو مع الدول الاخرى احنا اخر اتفاق كان مع العراق مع العراق من مصفات بيجي كان باقل 16 دولار سعر مقصود من هذا هذا يعني اتفاق دوله لدوله كمل ما لنا فيه اجور تخزين ومناوله قلنا 5 دنانير الفاقد من التخزين طبعا عندك انت المشتقات النفطيه تختلف كثافتها من مشتق الى اخر انت بتحكي لازلت عن النفط الخام ولا عن لا مشتقات لا بحكي عن مشتقات عن مشتقات بنزين البنزين بنزين 90 له كثافه بنزين 95 له كثافه مختلفه 98 له كثافه مختلفه الديزل له كثافه مختلفه والكاز له كثافه مختلفه كم. طبعا بالنسبه للفاقد هذا يعتمد على الكثافه طبعا الكثافه كل ما خفت الماده كثافتها كل ما كان بخره اكثر اذا تعرضت للحراره نعم هاي برضو كمان النقطه احنا انا كانسان فني ومتخصص في الماده هاي يعني اختلف معهم بنسبه البخر اللي محطوطه موجوده ثابته تبخر هم عاملينها ثابته هم عاملها ثابته ضربه بقلوب بعضها وصيف بالنسبه للبنزين بالنسبه للديزل يعني بالرغم من الديزل والسولر هو نيجليتد يعني مهمل البخر تبعه حاط ليها 2% 2% في 10% وهاي لما تضربها في الطن طبعا هو حاسبها على الطن واشكاليته انه هو يبدا بالطن وينتهي لي باللتر على اساس انت لما تيجي تحسب بتوه بترجع تعمل حسابات كمل بعدين انت بتشرح لنا اياها اكثر النقل من العقبه الى محطات المحروقات هذا طبعا متغير حسب سعر الديزل يعني بعطوا عطاء للتنكرات تنقل من العقبة ل خلينا نقول الماضونة عطاء النقل من الماضونة بتوزع على محطات المحروقات بيجيك فواقد النقل البري صار عندي فاقد أنا أول شيء ايش فوق خزان بحري كمان وهسه بده يحمله في تنكات هو من الماضونة بنشر مثلا لا فواقد النقل التانك بتحمل على التبخر يعني التبخر برضه بالتانك بتحمل على التبخر احتمال يكون في انا بمزح بعرف ليكيج. بس هو يعني التبخر جوه التانك خلال النقل ايوه خلال النقل حلو فبرضه هاي انا كمواطن اقول هاي مش مشكلتي انك انت مستاجر التانكات فيها تسريب غير فيها تسريب او فيها مش معمول لها سيلينج مظبوط صحيح برضو كمان هاي فواقد النقل حاطة في بالمحروقة بالتنكات 0.15 هاي نفسها اللي بتشتغل عليها وزارة الطاقة هاي معادلة وزارة الطاقة أحكي لك من كلامه احنا بس نأكد للناس انه هاي نفس المؤبدا بتروح وزارة الطاقة بتلاقوا هاي تنكر بتحط اللي عليه فيه عنده اوبريشن 0.15% تو ماتش معناته التنك انا مهرهر بالعامية يعني بنحكيها فواقد النقل البري حكيناها هسه سعر باب المصفى بيجي عندك اجور النقل والتوزيع هاي 8 دينار للطن التنكات بتوزع على المحطات المحروقات في البلد الفاقد من النقل للتوزيع هسه صار عندي كمان. فاقد ثالث يعني احنا عندنا ثلاث مراحل للتبخر عندي فاقد في العقبه وعندي فاقد من العقبة لهون أنا عندي ثلاث مراحل من التبخر بالضبط وعندي من الماضونة للمحطة في كمان فاقد طب نقولوها بالليل مش ما تتبخر لا ما هو شوف يعني كميتك ما بتوصل صحيحة الفاقد من نقل التوزيع 0.3% وكأني أنا
فاتح التانك وماشي فيه. ضل عندك تبخر غير هذا؟ لسه نجي. طيب كمل. لأنه أنا بصراحة أول مرة بطلع على هاي يعني حاولت كثير لكني عمولة الشركات التسويقية. نعم. التبخر والسيلان. كمان. هذا إحنا وصلنا إلى. هذا هاي أربعة. أربعة تبخر. صار عندك أربعة تبخر. 0.5%. وهذا لما تتحولها للترات كمية طبعًا. هلا هو بلش يعكس سعر الترات. ايوه هسه هو يعني شوف انا اتوقع هيك راح يكون تفسيره انه لما انا امد الهوز على لا 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 المحطه العامل بس هاي مش دائما مش دائما. نعم صحيح. وحتى هذا خطا وحتى لو مش خطا تشغيل لازم مش حملها خطا تشغيل شو ذنبي الناقل انت في عندك واحد ناقل ومعطيه 8 دنانير كبهت شيء بتتغرم طبعا ومش يظل ثابت على كل لتر يعني صحيح. عمولة محطات المحروقات هي حق للإنسان اللي بده الفاينل يوزر. وبعدين تجيك الضريبة الخاصة. هاي الضريبة الخاصة هلا هدول هلا اتركني الضريبة الخاصة شيء ثاني. هذول البنود قديش بشكله من السعر؟ بدي أجيك أنا هذول بشكله يا سيد العزيز على كل لتر رفلي من 10 قروش ل 20 قرش حسب كويس خلينا نقول 10 قروش لحد الآن على كل لتر على كل لتر, لتر. هذول ال 10 قروش مين بدفعهم؟ أنت مواطن. أنا أنت المواطن. طيب كمل هلا بدي أجي أنا بالنسبة لبخر العقبة هذا أول شيء أخوان الضريبة الخاصة اللي 45 و37 على 90 و57 على 95 تخزين التخزين في سواء في العقبة ولا في الماضونة يخزن في في خزانات خاصة. نعم. هلا عندك اللي هو الكرود أويل اللي هو النفط الخام أو البنزين 90 أو 95 هذا يخزن في خزانات خاصة تسمى الفلوتينج هيد يعني السقف تبعها عائم يعني السقف يبقى على سطح السائل. نعم. البنزين عندي هيك هذا السطح العام تبعه يرتفع وينزل مع مستوى الوقود أو المشتق النفطي في الخزان. ليش؟ حتى ما يصير تلامس بينه وبين الهواء من ناحية السيفتي هذا أولا. تبخر. اثنين يقلل نسبة التبخر من السطح. أنت كل ما زاد عندك السطح كل ما زادت نسبة التبخر. صحيح. هذه قاعدة علمية ما حد يقدر يجادل فيها. هسا بدي أقول أنا هذا متحرك معناته في عندي فراغ على جدران التانك في إشي اسمه الريم سيل. الريم سيل يعني تقريبا هذا كمان مشان يخفف التبخر من الجوانب يعني بالنهاية التانك لما يبقى عندي فيه 340 طن ما راح يكون هذاك نسبة التبخر. بس بينما هم حاطينها ثابتة ثابتة على طول سواء في الصيف سواء في الشتاء عندي التبخر انا في الصيف أكثر. بتكون اكثر الشتاء طبعا الشتاء يعني نقلت يعني ما راح تكون ذات قيمه. نعم. طيب انا بدي اريحك شويه وبرجع لك في نهايه البرنامج. كنا نحكي عن مديونيه شركه الكهرباء وشركات الاستيراد ولماذا لم تنسحب الحكومه من التسعير لليوم وهل انتم برايكم المديونيه تبعت شركه الكهرباء الغنيه يعني ما انتهينا منها وهل حملت للمواطن ام هي مديونيه حقيقيه وين وصلنا فيها وشو وضع مصفات البترول من كل هالقصه هذه؟ يلا استاذ عصام انا بس بدي اعقب على المهندس خضر بس فقط في نقاط احنا بنستهين بالنسب اللي بنحكي فيها اللي هي نسبة التبخر لما يجي أربع مراحل للتبخر يعني غير هيك لما تيجي أنا تقول سعة خزان اللي هو التخزين للنفط لما تيجي تقول 34,000 طن لكل تنك وبتضربه عندنا ست تنكات وعندك 34 هذا للديزل وعندك 34,000 طن لكل تنك بتضربه في 4 تنكات لما نحكي أنا نسبة هاي اللي بنحكي فيها لا تذكر بينما لما تحكي النسب فيها اللي هم مثبتينها على الخزانات هذول بتحكي بمئات الكيلوهات خلينا نحكي اللترات عرفت كيف لما بدك تيجي تضربهم بالسعر انت بتحكي على مئات الألوف. نعم. مئات الألوف تختفي بجملة تبخر تختفي مئات الألوف بجملة تبخر وتحمل للشعب الأردني تبخر مكرر أربع مرات علميا
علميا ما وحتى اقتصاديا انا عندي مشكله في خزان، يا اما بغير الشركه يا اما بعمل اعاده تاهيل وتشغيل هذه المحطات او هذه الخزانات. لا. النقطه الاهم من ذلك، احنا عندنا النفط يتم استيراده اما خام واما مشتقات نفطيه. لما بدي اجي انا استورد من العراق في عندي عطاء للنقل، انا يعني عدم المؤاخذه عندنا احنا عطاء للنقل لما يجي خلال يومين من زياره العراق يكون بعد يومين يتم تلزيم احد الشركات بالنقل وينحط بند في حاله الاعتراض خلال 5 أيام للشركات الاخرى او المواطنين يتم اعتراضهم خلال وزاره الطاقه، ليش ما نزل عطاء للنقل؟ انا ادفع 36 دينار للطن نقل، هل هذا السعر تم؟ هل هذا العطاء النقل تم طرحه؟ يمكن شركات تقدم أقل، ممكن شركات أخرى إنها تقدم أقل بالنقل. إحنا مش ليش التلزيم؟ ليش نظام التلزيم؟ يعني هاي النقطة اللي إحنا بنحكي فيها، مع أنه في قرار مجلس الوزراء بعدم التلزيم، هل يتم مخالفة قرار مجلس الوزراء؟ هلا هم حاطوه في بنودهم تلزيم إحالة، يعني في عنا إحنا في عنا مشكلة في المصطلحات أو مراوغة بالمصطلحات، زي ما في مراوغة بالتسعير، مرة بعطيك بالطن، مرة بعطيك باللتر، بدك تضطر تحول من الطن لللتر، لما والطن عشان يكون الكل عارف الشعب الأردني يكون واعي، الطن بناء على كثافة البنزين ما بيجي 1000 كيلو. الطن بيجي 1350 كيلو، يعني محسوب حساب التبخر، محسوب طبعا حساب. انت يعني 1350 طن البنزين التسعين مش 1000 كيلو، فأنا عندي أنا بستورد طن اللي هو 1350 كيلو لتر سوري. الآن بتسعيرة بدها تكون بناء والكميات المستوردة، بدي أحاسب أنا شركات النقل وبدي أحاسب الشركة المصدرة أو المحطة المصدرة على 1350 لتر. نعم، ما بحاسب أقول الطن هو، لأنه كثافة أنت بتعرف أنه يختلف كثافة الزيت تختلف عن كثافة البنزين. طيب أنا بدي بس تختلف بدي أستغل الوقت، بدي أرجع على سعادة المهندس، شو النتيجة وشو البديل؟ البديل يا سيدي العزيز انه النتيجة النتيجة اللي وصلت لها من هاي ال النتيجة النتيجة انه ايش 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 القصة؟ انه هناك شركات تستفيد من استيراد المشتقات، شركات من الخزينة ولا اذا الخزينة مسامحين، اذا الخزينة مسامحين على الدولة بالعكس صحتين وعافية، اذا الخزينة خزينة الدولة الأردنية اللي هي احنا يا سيدي العزيز هو مسعر بالدولار وبياخذ السعر العالمي. هلا طيب يعني الحكومه، انا بجوز اكون تاجر شاطر، اللي في الحكومه مش عارفين هاي القصه انه الشركات عم تستفيد بدون وجه حق مثلا، يعني وين الرقابة؟ وين بالضبط الخبراء؟ وين الفنيين؟ هو يعني الغلط إني أنا خليني أقول لك أركز على شركات معينة فقط. أنا أذكر لما ترخص لما ترخص للمناصير لتوتال لشركة المصفى 3 شركات. نعم. قال لك والله أنا مشان أعمل تنافسية منافسة، بعد ذلك انبسط المواطن قال لك بجوز والله أصير أخذ من عند المناصير بسعر أقل، زي ما بصير في أسواق الاتصالات غير زي الاتصالات كمان زي الاتصالات بالضبط. لكن أنا وجدت أنه هنا هسه 3 شركات هي لا، لأنه يمكن الحكومة هي اللي بتسعر وهي اللي بتفرض ضرائب، وهي كم الرسوبة اللي بتحكي عنها هاي، ما هي يعني هاي الشركات هاي الرسوم يا سيدي لا تشكل شيء، ما هي بتنعكس على السعر، ما هو عنده هو يعني بالنهايه بتنعكس على السعر اللي ببيعه في شيء جوبترول، بتنعكس على السعر اللي ببيعه، يعني ما بيقدر جوبترول ولا توتال ولا مناصير يفلت من هاي الرسوم، صح ولا لا؟ على جميع الاحوال هو بيقدرش يفلت، يعني لا لازم يحسبها، بيقدر اذا بده يعوضها بيعوضها اذا كان هناك رقابه فعليه موجوده بفحص المشتقات النفطيه. يعني بقصد انه لا يلام في انه يعكس هاي التسعير، لانه اصلا الخطأ راكم خطأ راكم خطأ، وهون كويس. عندك فيش رقابة عليها، ولكن مشتقات النفطية لما أنا بستورد أنا الآن كشخص مدني بقدر أجيب لك الآن، أعطيني موافقة بقدر أستورد لك، وممكن سعر أقل، ممكن سعر أقل من سعر العالم اللي بتحسب البديل عليه. أعطيني البديل هاي التسعير، شو إنه نعمل إعادة هيكلة لمصفات البترول وندعم هاي مصفات البترول يا أخوان، مؤسسة وطنية وأمن وطني، وهون المشكلة. أنا ضد، إيش برأيك أنت من البنود هاي ليست ذي وجه حق؟ يعني لو انشطبت او زائده، نعم، او فيها يعني خليني اكمل لك الفكره، مكاسب غير محقه. خليني اكمل لك الفكره بالنسبه لمصفات البترول، انا لو عدت تاهيلها ومشيت على اسس حديثه كل هاي فواقد البحر
بصفيها لبخر واحد. هذا واحد. بدك تشوف المفارقة الأخرى اللي تحسب علي أنا في الغاز المسال. نوع الغاز. الغاز المسال بالنسبة بس بدي أناقشك في البخر. يجي يحسب لي الفواقد بالنقل البحري. يا أخوان أنا أتحدى إنه في عندي سفينة غاز يصير فيها تبخر في عرض البحر. ليش؟ لأنه نوعية السفن الخاصة في نقل الغاز الـ LPG اللي هو Liquefied Natural Liquefied Petroleum Gas بروبين وبيوتين، لما يصير في بخر في عرض البحر بده يرتفع البرشر داخل السفينة، ولذلك في عندهم نظام اسمه نظام التشيلرز. التشيلرز هاي بتسحب كومبرسورات بتسحب هذا الغاز تعمل عمل تبريد وتسيله مرة أخرى ويرجع، يعني الفقد البحري صفر، ما في فقد، ما فيش. هذا واحد. اثنين، لما بدي اجي احمله في العقبة من السفينة شغل مضخة الـ LPG على الخزان. الخزان خزانات الغاز زي ما تعرفوا خاصة سفير تانكس كروية، هاي الخزانات الكروية ما فيها حتى إلا سيفتي فالف، إذا ارتفع البرشر عن حد معين يفتح للسلامة العامة. يعني الفقد حتى من خلال الضخ. بس أنا بدي أرجعك للتسعيرة. شو التسعيرة المقنعة اللي يفترض أنها تكون مقنعة للناس؟ إنه انعكاس السعر العالمي مضاف إلى الضريبة وبس، ولا لازم في بنود؟ لا. ما هو أنا أصلاً السعر العالمي لما مشتري على السعر العالمي عالي. شايف كيف أرباحه فيه عالية. لما أنتجه أنا في مصفاتي هون في داخل البلد. أنا بحكي برضو عن سعر الخام، مش سعر البنزين. نعم. سعر البنزين كلفة الأيدي العاملة والأمور هاي، بس مصفات الجمارك عملت التوسعة الرابعة، يعني سيبقى وضعها شوي بحاجة. طبعاً إحنا ليش بنقول لك هاي مؤسسة من وطني. حتى هناك وراء تقول إنه لا خلص بالناس مصفاة. أنا ضد هذا الكلام طبعاً. المصفاة يجب أن تبقى. المصفاة يا سيدي رمز. أنا إذا بدأ أجي أشوف شو فوائد المصفاة، كم من المهندسين خرجت، كم من المهندسين اللي بنوا مصافي في الخليج وكانوا تلاميذ في مصفات البترول الأردنية. هل بدنا ننسى فضل مصفات البترول الأردنية؟ طبعا لا. سادة عسام إذا بتسمح لي، احنا بالنسبة لمصفات البترول طرحت زي ما تفضلت انت مشروع التوسعة اللي هو بسموه البترا في 14/7/2020. استقطبت عدة شركات تقدم للتوسعة زائد التمويل. الآن مصفات البترول لغاية اليوم أجاها عدة شركات، وأجاها شركات داعمة لإلها بقيمة حدود من 2 مليار ل 3 مليار. مصفات البترول فيها خلينا نحكي، ما بدنا نقول ترهل ولا بدنا، بس في اختلاف بالهيئات الإدارية، في مشكلة في القرارات، في مشكلة في القرارات. الآن مصفات البترول لما تيجي تطرح عطاء ويجي فيه وتكون المستشار تبعها بنك ستاندرد موجود في دول الخليج، لغاية اليوم 2019 لغاية 2021 في علامة استفهام هون، لماذا لغاية اليوم لم يتم إعطاء قرار سواء بالشركات المنفذة أو بالشركات المانحة أو بالشركات الممولة؟ هاي النقطة الأولى. مصفات البترول هي مؤسسة وطنية. لما بدي أحكي أنا مصفات بترول مؤسسة وطنية، لما بدها تطور اللي هي المرحلة الرابعة البتراء بدك توظف أكثر من 2000 شخص أردني. نعم. نفس الإشي بالنسبة للتسعير، بنختصر إحنا أكثر من 10 قروش لغاية 15 قرش اللي هي ما بين جمارك وما بين نقل وبخار يعني سعر البنزين والديزل والآخرة ينخفض لصالح الشعب الأردني. من هو خلف أو من هو لديه مصلحة بعدم تأهيل وتشغيل مصفات البترول لصالح استيراد مشتقات نفطية؟ خلينا نقول هذا هو السؤال. تعرف من هو السؤال الواضح. من هو يا أخي أمنيا ما بصير. من هو الشخص الآن نفس الإشي بشركة الكهرباء أو من هي الجهة؟ من هي الجهة؟ خلينا نفس المشكلة. إحنا في عنا محاولة التغول والسيطرة على الاقتصاد الوطني الأردني، ويمكن ما في جهة ولا شخص، يمكن هي هيك. لا 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 صديقي، قد يكون اجتهاد خاطئ يعني. هي سياسة خاطئة. نعم. هي جهة، لأن الأردن دولة غير مستقرة. هي جهة لها مصالح أو جهات لها مصالح أو أفراد لهم مصالح. هون إحنا نحكي هاي إحنا بنشوف وين المشاكل فيها. زي يعني ما عندنا يعني بالشركات الطاقة. شركات الطاقة أنا لما بدي أجي أقول سبع أسماء يحكمون 30 شركة طاقة في الأردن.
طيب هون الان انا هون اسمه احتكار معنى طيب. نفس اللي صار انه صار نفس الصور. بس انا خلينا نكون واضحين, احنا ما في اتهام لاحد ولا لا إنشاء. طبعا طبعا قد يكون هناك يعني سياسه خاطئه تحتاج للتصوير, عشان هيك احنا قاعدين هون نحكي عن سياسات بالزبط. يعني واذا عدلت السياسات ونظمت وكانت شفافه وواضحه بنتهي الاحتكار, بنتهي الانتهازيه, بنتهي كل الاستغلال وبنتهي الفساد ولا لا؟ بدي اغمض عيني على كل شيء بالضبط. وحط امن بلد انا ما بحطه بايد مستورد. امن الطاقه. شوف في دائما الوضوح والشفافيه والسياسات الشفافه هي العدو الاول والاخير والوحيد للاشكال الفساد والاحتكار. يعني بالضبط بالضبط. طول عمرها مصفات البترول الاردنيه وشركه الكهرباء مصنفه الف في الدوله. طيب أنا للأسف أدرك الوقت, هذه حلقة بصراحة مميزة. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أشكر بداية سعادة النائب ضرار حسيس, كان معنا رئيس اللجنة, كان معنا بالقسم الأول. وأشكرك سعادة المهندس محمد الخطيب أمين سر اللجنة الوطنية للطاقة والتوفيق. وأشكرك يعني إن شاء الله تكون وضحت التسعيرة. المهندس خضر الدخيل المستشار أيضا في لجنة الطاقة. في حل يمكن, والله أنا ما بعرف, لكن هذه البلد فيها طاقات فيها خبرات, استفيدوا منهم, كونوا شفافين, كونوا واضحين, طبقوا القانون ولا شيء غير القانون. أستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة جديدة.